قيمة لا يدركها إلا ذوي الهمم الكبيرة، ولا يستشعرها إلا قلائل في الحياة. وللنجاح أساليبه، منها الفشل فهو أساس بناء النجاح، هو الحجر الذي يؤسس النجاح. ذلك كان عنوان مجلتي النجاح، ومحاورها كانت النجاح بتعريفه كما ذكرت فيها أساليب النجاح. وأيضا أتينا بتجارب سابقة للاقتداء بها، منها محمد رسول الله وكذلك العالم أديسون وآخرون. وأيضا حضرت فقرة أخرى بعنوان فلسفة النجاح في منظور شكسبير، وألحقناها بمقالة كتبها الأستاذ رائد الحولقي موجه الرياضيات في مدرسة رواد اليمن. اسمي يوسف الكميت، وأشارك في الصف الثاني الثانوي، وأشارك في مسابقة أجمل مجلة. العلم هو المعرفة المنسقة التي تنشأ عن الملاحظة الدقيقة والتدقيق، وللعلم خاصية وهي التراكمية، فلا يمكننا أن نؤسس علما جديدا، إنما يأتي العلم الحديث ليكمل ما سبقه من العلم. ذلك كان موضوع مجلتي. قد اخترت العلم تحديدا لأبين أهميته في حياتنا لزملاء الطلاب، وأيضا تحدثت في المجلة عن تعريف للعلم، أيضا ذكرت الفارق بين العلم والمعرفة، ثم أتيت بمفهوم التفكير العلمي. بعدها ذكرت أهداف العلم، فالعلم يسعى إلى تطوير البشرية، ثم ذكرت سمات العلم، ولم أذكرها كلها بل ذكرت أهمها. وأيضا حاولنا تقريب العلم إلى لغة جمهوري العزيز. صوتوا لي بالضغط على زر اللايك، وأريد أن أكون أحد الفائزين بالجوائز الكبرى في المسابقة.